أهلا بكم إلى أهم أخبار تونس، وهذه عناوينها: استثمار بريطاني في تونس بمجال الطاقة الشمسية، بدء العمل بالدستور الجديد بعد إعلان نتائج الاستفتاء، إحباط 5 محاولات هجرة غير شرعية، وإنقاذ 80 شخصا. تخطط شركة تونور البريطانية للطاقة المتجددة لاستثمار نحو 1.5 مليار دولار في بناء محطة للطاقة الشمسية في تونس بقدرة إنتاجية 500 ميجاوات للتصدير إلى أوروبا. وكان المدير التنفيذي للشركة البريطانية دانييل ريتش أعلن هذه الخطة في اجتماعه مع وزير الاقتصاد سمير سعيد. كشف رئيس قسم الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية في القيروان أن دراسات مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالجهة تنتهي في مارس القادم ليبدأ العمل به في مايو، وذلك ردا على الجدل بشأن تاريخ انتهاء العمل في المستشفى. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% من الأصوات بعد رفض القضاء كافة الطعون في الاستفتاء الذي نظم في 25 يوليو الماضي. أحبطت الديوانة التونسية محاولة تهريب أكثر من 14 كيلوغرام من مادة الكوكايين بميناء جرجيس جنوب البلاد عبر سيارة قادمة من فرنسا، وأوضحت الديوانة أنه وبعد تفتيش السيارة المشبوهة عثر بداخلها على 14 صفيحة تزن إجمالاً 14450 جراماً من الكوكايين. تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والشمال من إحباط 5 محاولات اجتياز للحدود البحرية باتجاه إيطاليا وإنقاذ 80 شخصاً وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. تمكن نادي برمنغهام سيتي الناشط في تشامبيونشيب الإنجليزي من التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لاستعارة اللاعب الدولي التونسي حنا بعل المجبري لمدة موسم في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.